اولا وقبل كل شيء تنشكر الاصدقاء اللي تفاعلوا معايا بزاف في هذه القناه. وكيف كنعرفوا ما هي الا ساعه قليله وغادي نمدوا سنه 2019 اللي كانت حافله بالاحداث. الحمد لله لا باس بها، وغادي نستقبلوا سنه جديده سنه 2020. كيف كتلاحظوا معايا هذه السنه ان شاء الله غادي تكون سنه 2020، سنه التميز، التفوق، النجاح، الفلاح للجميع. عندي يقين وجد متفائله انها ان شاء الله غادي تجيب لنا المسرات والافراح لينا جميع. مني اللي كنتمنى لكم من قلبها الخالص تحقيق الامنيات ديالكم كلها ان شاء الله، من نجاح وشفاء للمريض واللي كيتمنى شي حاجه غادي ينالها يا رب. خاصنا غير نتفائلوا ونكون عندنا اليقين باللي الله سبحانه وتعالى غادي يخيرنا وغادي يحقق لنا المتمنيات ديالنا كما كنا متفائلين. مني اللي كنتمنى لكم النجاح والفلاح والصحه والعافيه ودوام السعاده والهناء. تفاعلوا مع القناه ديالي، شكرا بزاف، راني كنبغيكم.